تبا للجميع. اليوم واصل القتال من أجل ذلك الحلم. استمر، أنت لست مضطرا للتحدث عما تنوي القيام به مهما كان يبدو الأمر مستحيلا. تبا للجميع، ودع نتائجك تتحدث عنك. جودة ما تقوم به هي من ستتحدث عنك. لست في حاجة لنشر كل شيء تقوم به على وسائل التواصل. تبا للجميع، وافعل كل شيء لنفسك. وإن كنت تحب التظاهر، دع النتائج تظهر لمعانك. النتائج هي الشيء الوحيد الذي لا يمكنك تزييفه. في زمان كثر فيه المزيفون يترثرون بهراء إنجازاتهم في كل فرصة، تبا لهم. كن أنت الأصل. الشيء الوحيد الذي لا يزيف هو الأرقام، النتائج. كن أنت ذلك الشخص. اعمل، نفذ في صمت. لا تقل هذه نتائجي، دع نتائجك هي من تقول. لا تقل لي من أنت، بل أرني من تكون. كن كالإعصار، حيرهم بالصمت واصدمهم بالنتائج. تعلم فن الصمت وأتقن العمل. يجب أن تعرف أن النتائج قادمة إذا ركزت فيما تقوم به. إذا قلت تبا للجميع، أنا أفعل كل هذا لنفسي. تفانيك فيما تقوم به هو من سيظهر النتائج. الكلام لا قيمة له، ولهذا هو مجاني. لا تقلق، سوف يظهر كل ذلك التعب، السهر، التفاني، الجهد في نتائجك. ثرثرتك لن تظهر شيئا. لا تكن في حاجة إلى إخبار الناس بما دار روعتك. تبا لهم. أنت تعرف من تكون ولا تقوم به. أتقن العمل في صمت. لا تخبرهم من أنت. تبا لهم. دع ما حققته يخبرهم عن حقيقتك، عن حقيقتي من تكون.